مرحبا أصدقائي، كيفكن اليوم؟ أنا كتير منيحة وفرحانة لأني معكن بحلقة جديدة من برنامجكن المفضل مدرستي. معكن أنا الآنسة بترا، وأنا معلمتكن للغة العربية. ما يا أصدقائي صور، بدي منكن تركزوا معي منيح وتشوفون. عندي صباح الخير. صباح الخير بقولة بس بدي رحب بحدا أو سلم على حدا في الصباح. عندي مساء الخير. مساء الخير بقولة في الليل أو فينا نقول عشية. مساء الخير سلم على حدا في الليل. إلى اللقاء، بس بدي ودع حدا بقول له إلى اللقاء. أهلا وسهلا، بس رحب بضيوفي بقول لهم أهلا وسهلا. عندي تصبح على خير. قبل ما فوت نام بقول لهم لأهلي تصبحون على خير. تصبح على خير. عندي شكرا، بس بدي اشكر حدا منقول نحن عادة مرسي ثانك يو. بالعربي منقول شكرا. عندي اخر كلمة اصدقائي اعتذر. اعتذر بس كون غلطانة بقول لحدا أعتذر. هيك أصدقائي بكون علمتكن كلمات جديدة بتستعملوها بحياتكن اليومية. بدي ضلوا مركزين معي تستمعوا لهالأغنية، وأنا بلاقيكن بفقرة تالية. أنا نظيف أنا نظيف، فتى مهذب فتى لطيف، أغسل يدي وهذا فرض، لا أرمي الزبالة على الأرض. أنا نظيف أنا نظيف، فتى مهذب فتى لطيف، أسناني قوية بيضاء نقية، أغسل أسناني وتصبح حديدية. أنا نظيف أنا نظيف، فتى مهذب فتى لطيف، أغسل وجهي شعري وعيني، أسمع صوت العصافير حوالي، أمشط شعري بالفرشاة وأحب الحياة. أنا نظيف أنا نظيف، فتى مهذب فتى لطيف، أنا نظيف أنا نظيف، فتى مهذب فتى لطيف. أصدقائي بحلقتنا السابقة درسنا كتير أحرف، لكن بحصتنا هلأ رح نعمل مراجعة لحرف الألف أ. خلينا نشوف على اللوح كيف منكتبه. نرسم خط طويل عمودي، نضع همزة فوق الخط، بس نحط سكون منقله أه. خلينا نشوف حرف الألف مع الأصوات القصيرة. بس اكتب أو ارسم خط فوق همزة فتحة بقلة أ، خط همزة ضمة أو، خط همزة تحت الخط إي. مع الألف ومع الكسرة بنحط الهمزة تحت الخط، إذن أ أو
إي. مع الأصوات الطويلة نكتب ألف مع مدة تشبه موجة من إلا آ. مع الأو فينا نحط واو بتصير أو. مع الياء إي نرسم ألف ياء إي. إذن أ أو إي أصوات قصيرة آ أو إي. الأصوات الطويلة. أصدقائي أنا عندي صور على اللوح، شفتون؟ كتير حلوين الصور. هلأ بدنا نشوف كل صورة شو معناتها أو شو الكلمة وإذا فيها حرف الألف. خلينا نبدأ مع أول صورة. أول صورة بنقول له حيوان، إنه ملك الغابة. مين هو ملك الغابة؟ صح، الأسد. إذن أسد. أسد. الألأ مع أصوات قصيرة. تاني صورة عنا بنت غامرة. من تغمر البنت؟ صح، أمها. إذن من إلا أم. صورة الثالثة إنه صبي. صبي شو عم يعمل؟ حاطت إيده. وين حاطت إيده؟ صح، على رأسه. إذن رأس. آخر صورة معنا إنها، ما رح أقلكن شو هي، بس رح أعطيكن لغز صغير نستعملها لما نخيط، نخيط تيابنا، نخيط زر. يلا أصدقائي كونوا سريعين. صح، إبرة. إبرة. رح نعمل مراجعة أصدقائي. صورة أسد، استعملنا الألف أسد. أ. عنا أم. أ. أو. أم. عنا صورة صبي وعم بدل على رأسه. رأس. رأس. إذن خط تحت الألف. آخر صورة إبرة. إبرة. هيدا خط تحت الألف. أصدقائي شفنا الأصوات الطويلة، الأصوات القصيرة مع الألف، وصور مؤلفة من كلمات فيها حرف الألف. بدي ضلكن مركزين معي وأنا بلاقيكن بالفقرة التالية. أصدقائي عندي لعبة إلكن. بتمريننا بدي منكن تساعدوني نلعب شوي مع تفكيك الكلمات. تمريننا بيقول أقطع الكلمات، يعني قسمن للكلمات، فكفكن. كلمة الأولى عندي إياها رداء. رداء. عم نسمع ري ري. عم بسمع د داء. دال مع ألف. وعندي رداء همزة. صح، رداء. أنا ساعدكن بأول كلمة. الكلمة الثانية بدي منكن أنتو تساعدوني وتكونوا سريعين بتقطيعها. كلمتنا إبر.
أنا ساعدتكن. لو فسر الكلمة إبر شو عم تسمعوا؟ صح، إيه إبر ألف وهمزة. ب إيه ب بر صح. إب باء شو عنا بالآخر؟ راء صح. إبر ر. كلمة تالتة أبي أبي صح أيضا ألف. حط نقطتين أ بي ب بي باء ياء أبي. فينا نكتبها أ ب ياء أبي. أيضا بكلمة رداء فينا نكتبها ر د رداء. كلمة رابعة أريد. يلا أصدقائي تشجعوا، بدي منكم تكونوا دايما مركزين، ساعدوني. أريد صح، عم بسمع ألف. أريد ر ر إيد ياء صح وبالآخر د أريد صح. دال عنا كلمة إبريق. إبريق منحط فيه الماء، منصب الماء بالكباية ومنشرب. إذن إبريق إبريق ألف صح. إي ب بريق ب باء صح ر صحراء إبر ريق ياء صح. وفي آخر الكلمة ماذا نسمع؟ صح قاف. إبريق. الكلمة الأخيرة أمي. أ أو أمي. م م إي ياء أمي. أصدقائي أنتوا كتير شاطرين، لأنه قطعتوا الكلمات معي بسرعة وكنتوا كتير مركزين. خلينا نرجع نعيد. رداء ر داء، أو فينا نكتبها ر د ا. إبر إبر صوت قصير مع الألف إبر. أبي أبي فينا نكتبها أبي ياء. أريد أريد. إبريق إب إبريق. أمي أمي. أصدقائي خلص تمريننا هلا، خلوا الورقة والقلم دايما قدامكن وأنا بلاقيكن بفقرة تالية. أرزة، أم، إبريق، فأرة، ماء، أسد، إبرة،
التمارين السابقة أصدقائي عملنا مراجعة لحرف الألف مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. بتمريننا بدنا نطبق سمع مع الألف مع الأصوات الطويلة والألف مع الأصوات القصيرة. سؤالنا بيقول أكتب الحرف المناسب مكان النقط. عندي نقط أصدقائي فراغات بدي أوضع مكانهم. أ فيها تكون أ أو إي مع فتحة مع ضمة مع كسرة، فيها تكون أ أو إي. عنا أول صورة، رح استعمل لون الزهري. أول صورة صورة حيوان، شو منقلها؟ صح، فأرة. فأرة فأرة. الألف اتصلت بحرف اللي قبلها، عطت إيد لحرف اللي قبلها، لكن ما بتعطي إيد للحرف اللي بعدها. خلينا نشوف الصورة الثانية. عنا ولد. ولد شخص كبير حده، بين بالصورة إنه عم ينصحه. أنا مين بينصحني؟ أمي أو صح أبي. أبي مع فتحة أبي. صورة الثالثة، عنا بالصورة أشياء موضوعة فوق بعضها متراكمة. عنا أوراق، إذا شو منقلن؟ صح، أوراق. أوراق. عنا كلمة آب. فصل الصيف في عنا شهر بفصل الصيف آب، إذا نكتب آب ألف مع مادة آب. أيلول. أيلول إنه أيضا شهر من أشهر السنة. أيلول مع فتحة أيلول. عندي شكل أحد أعضاء الجسم، وين منلاقيه؟ في الوجه. شو بتشبه؟ أذن. صح، أذن. أذن. آخر صورة عندي، هيدي الصورة بتدل على شيء نضع في داخله الماء العصير. شو منقله؟ عنا بريق، إذن شو منحط محل الفراغ؟ صح، إبريق. إذن أصدقائي شفنا فأرة، أبي، أوراق، أب، أيلول، أذن، وإبريق. انتهى تمريننا أصدقائي. منكون اليوم بحصتنا عملنا مراجعة لحرف الألف مع الأصوات القصيرة أ أو إي، ومع الأصوات الطويلة آ أو إي، وشفنا بكلمات. بدي منكن أصدقائي هلأ تستمعوا لأغنية، وأنا بلاقيكن بحلقة مقبلة. إلى اللقاء. ألوان أينما كان، ألوان عديدة في البستان، ألوان الطبيعة ألوان نراها في لوحة فنان. لون التفاح أخضر،
أما الموز فلونه أصفر، لون الكرز هو أحمر، البرتقالي هو لون الجزر. ألوان أينما كان، ألوان عديدة في البستان، ألوان الطبيعة ألوان نراها في لوحة فنان. لون البحر نراه أزرق، لون الغراب أسود حالك، لون الغيم أبيض ناصع، ولون البني كشعر طارق. ألوان أينما كان، ألوان عديدة في البستان، ألوان الطبيعة ألوان نراها في لوحة فنان. Good day my friends, how are you today? كيفكن أصدقائي اليوم؟ كيف حسين؟ How are you feeling? Are you happy? هل أنتم مبسوطين؟ Are you sad? هل أنتم زعلانين؟ I hope that you're all happy. كلكن مبسوطين. Are you ready? هل أنتم حاضرين ومستعدين؟ اليوم بدنا نتعلم أشياء جديدة مع بعض. اليوم بدنا نتعلم a new verse. خلونا نقراها مع بعض. Open your eyes well. Open your ears well. افتحوا عينيكم منيح. افتحوا دينيكم منيح. And look at the board. وطلعوا باللوح. The title, العنوان, My lovely face. يعني وجهي الجميل. My lovely face. أنا شو عندي بوجهي؟ I have two eyes. One nose. One mouth. Two ears. عندي عيني، منخاري أو أنفي، تمي ودينية. شو بعمل بعيني؟ I look أو I see. أنا بتطلع بعيني. تعالوا نشوف. I have two eyes. كم عين عندي؟ Two. Not one. Two. One, two. I have two eyes to see you well. حتى أشوفكن منيح. I have two eyes to see you well. And a beautiful nose. وكمان أنف جميل. I used to smell. أنا لشو بستخدم أنفي؟ حتى شم. شم رائحة الورود أو الأزهار. To smell the flowers. فإذن and a beautiful nose يعني أنف جميل. I used to smell. أنا بستخدمه حتى شم. شم الروايح. I use my ears. أنا بستخدم ديني. My ears to hear the canary bird. حتى اسمع طائر الكناري. I use my ears to hear the canary bird. And my lovely mouth. وتمي جميل. To say beautiful words. حتى أقول كلمات حلوة أو بشعة. إحنا شو لازم نقول؟ لازم نقول كلمات حلوة. أبداً ما منقول إشياء بشعة بتأذي غيرنا. فإذن beautiful words يعني كلمات حلوة. And my lovely mouth to say beautiful words. نرجع من عيدة بعد مرة. Are you ready? هل أنتوا جاهزين؟ My lovely face. وجه جميل. I have two eyes to see you well. And a beautiful nose I used to smell. I use my ears to hear the canary bird. And my lovely mouth to say beautiful words. شو رأيكن هلأ نرجع نسمعها بعد مرة وأنا بشوفكن بالفقرة التالية. I have two eyes to see you well and a beautiful nose I use to smell. I use my ears to hear the canary bird, and my lovely mouth to say beautiful words. Mm-hmm.
أصدقائي بدي إياكم تركزوا منيح. Look at my face. طلعوا بوجهي. I have two eyes. عندي عينتين. One nose. أنف واحد. One mouth. تم واحد. And two ears. وعندي دينتين كمان. طلعوا معي. حطوا إيديكم أنتوا كمان على وجهكم. Two eyes. One nose. One mouth. Two ears. What can you do with your eyes? شو فيكن تعملوا بعينيكن? What can you do with your eyes? I have two eyes. أنا شو بعمل بعيني? أنا بقدر أنظر بعيني. بقدر شوف الأشياء حوالي. بقول I can see with my eyes. يعني أنا بقدر شوف بعيني. خلينا نكتبها مع بعض. I can see with my eyes. I can see with my eyes. أنا بقدر شوف بعيني. أما هون فعندي أنف. لشو بستخدم أنا الأنف تبعي؟ بستخدمته شم الروائح. I can smell. Smell. I can smell with my nose. I can يعني أنا بقدر smell with my nose من خلال أنفي. أما هون بثالث صورة طلعوا منيح. عندي تم الفم. شو بستخدم أنا تمي؟ لشو بستخدمه؟ What do you use your mouth for؟ لشو بتستخدم تمك؟ ناكل. تحت ناكل. بقول I can شو يعني أكل؟ Eat. I can eat with my mouth. خلينا نكتبها. I can eat with my mouth. في أكل بتمي. وآخر شيء عندي دينة. كم دينة نحن عنا؟ Two. I have two ears. دينتين. I have two ears. لشو بستخدم أنا ديني؟ بستخدم ديني تأسمع منيح. I can hear. I can hear with my ears. خلينا نكتبها. I can hear with my ears. فإذن عندنا أربع جمل. Four sentences. خلينا نجرب نقراهم مع بعض. What do you use your eyes for? What can you do with your eyes? شو فيكن تعملوا بعينيكن? I can see with my eyes. أنا في شوف بعيني. What can you do with your nose? شو فيك تعمل بأنفك. I can smell. في شم with my nose. أنا في شم بأنفي. What can you do with your mouth? بتمكن. شو فيكن تعملوا بتمكن. I can eat with my mouth. أنا في أكل بتمي. What can you do with your ears? شو فيكن تعملوا بيدينيكن؟ شو يعني اسمع؟ Hear. I can hear with my ears. أنا في اسمع بيديني. فإذن eyes, nose, mouth, ears. Eyes, nose, mouth, ears. I can see with my eyes. أنا في شوف بعيني. عيدوا من وراي. I can see with my eyes. I can smell with my nose. I can smell with my nose. I can eat with my mouth. I can eat with my mouth. I can hear with my ears. I can hear with my ears. بدي يكون تطلعوا منيح.
رح سطر تحت بعض الكلمات بدنا نجرب نتهجهم مع بعض. see smell eat hear أربع أشياء. see بشوف smell بشم eat باكل hear بسمع. عندي أنا سي، طلعوا منيح شو أول لتر بأول الكلمة؟ the letter S. I pronounce it S. ومن بعدها عندي double E يعني اثنين E. الE طويلة E S وE C يعني أنظر I see أنظر see. فإذا S double E بصير عندي C أنظر. تاني كلمة كمان بتبلش بـ S. The letter S I pronounce it S. بعدين عندي the letter M. شو صار عندي هون؟ The letter M we pronounce it M مثل monkey M S M SM SM. The letter E بس ما عندي هون long E، ما عندي double E تقول E. هون الE بلفظها the short sound E. تتذكروا أخذنا كلمات من قبل سما سمه و أ سما. وبعدين عندي دبل ال ل ل. فإذا سما ل سمل س م سم و أ سما ل سمل يعني بشم سمل. أما هون فعندي بأول الكلمة the letter E بلفظها E بس من بعدها عندي A. الـ A لأنه جاي هون قبلها في E ما بلفظها للـ A بتصير E وT كأنه الـ A مش موجودة. E T E T الـ A كأنه مش موجودة ما لفظتها. Eat باكل. وهون نفس الشيء بس قبل عندي the letter H بلفظها H. بعدين عندي اي هي الاي هون في قبلها اي ما راح الفظها. هير هير يعني بسمع. فاذا س اي سي س م مل سمل اي ت ايت هي هير هير بسمع. I can see with my eyes. I can smell with my nose. I can eat with my mouth. I can hear with my ears. See, smell, eat, hear. في شغلة تانية كمان أنا بستخدم تمي ولساني لحتى to taste حتى أستطعم شوف طعمة الأكل to taste. بس هلأ أخذنا بس أربعة احفظون منيح. See smell eat hear. أصدقائي الحلوين قلون على الدفتر عندكم وتدربوا عليهم وتدربوا كمان كيف تقدروا تلفظون وتتهجون مثل ما أنا تهجيتهم معكم. أنا برجع لكم بالفقرة التالية. Blue eyes big nose red mouth small ears. وهلا اصدقائي اجا الوقت تنكمل قصتنا. تتذكروا عن مين كانت قصتنا؟ كانت عن صديقنا سام. That Sam I am. هيدا سام يلي ما كان يحب ياكل. ما كان يحب ياكل green eggs and ham. ما كان يحب ياكل بيض أخضر ولا لحمة. حتى لو جيبوا له ماوس، لو جيبوا له فارة، لو حطوا له إياها ببوكس ومع فوكس رح نشوفها سوا، وما كان يقبل أبدا يكلها.
أولكن اليوم رح يقدروا يقنعوا ويأكلون؟ خلينا نشوف. Green eggs and ham. Sam I am. هيدا سام. Sam I am. That Sam I am. That Sam I am. I do not like that Sam I am. أنا ما بحب سام، ما بيحب حاله. Do you like green eggs and ham? بتحب البيض الأخضر ولحمة؟ I do not like them. Sam I am. أنا ما بحبهم وأنا سام. I do not like green eggs and ham. Would you like them here or there? بتحبون هون أو هونيك؟ I would not like them here or there. ما رحبون لا هون ولا هونيك. I would not like them anywhere. ما رحبون ولا مكان. I do not like green eggs and ham. I do not like them. Sam I am. Would you like them in a house? معقول تحبهم بقلب بيت؟ Would you like them with a mouse? معقول تحبهم مع فارة؟ I do not like them in a house. I do not like them with a mouse. ما بحبهم لا بقلب بيت ولا مع فارة. في كلمتين هون أصدقائي مثل بعض. They rhyme together. مثل بعض. House, بيت, mouse. فارة. House, mouse. نكمل. I do not like them here or there. I do not like them anywhere. I do not like green eggs and ham. I do not like them. Sam I am. Would you eat them in a box? معقول تاكلهم بعلبة؟ Would you eat them with a fox? معقول تاكلهم مع ثعلب؟ Not in a box, not with a fox, not in a house, not with a mouse. I would not eat them here or there. I would not eat them anywhere. I would not eat green eggs and ham. I do not like them. Sam I am. ما عم يقبل يكلهم أبدا. فإذا لو شو ما جابوا له سام ما عم يقبل يكلهم. Would you, could you in a car, قلب سيارة, eat them, eat them, here they are. يلا كلهم لك وينهم هون. I would not, could not, أنا ما رح أكلهم, could not ولا فيي, in a car, قلب سيارة. You may like them, you will see. معقول تحبهم هلأ بتشوف. You may like them in a tree. معقول تحبهم بقلب شجرة. في عنا هون سي, في عنا تري. س اي سي تر تر اي تري سي تري. مثل بعض. They rhyme together. I would not, could not in a tree, not in a car. You let me be. ما عم يقبل يكلهم. I do not like them in a box. ما بحبهم بصندوق. I do not like them with a fox. I do not like them in a house. I do not like them here or there. I do not like them anywhere. I do not like green eggs and ham. I do not like them. Sam I am. A train, a train, a train, a train. Could you? Would you? On a train? معقول تكلون على قطار؟ Not in a train, not in a tree, not in a car. Sam, let me be. I would not, could not, in a box. I could not, would not, with a fox. I will not eat them with a mouse. I will not eat them in a house. I will not eat them here or there. I will not eat them anywhere. I do not like green eggs and ham. I do not like them. Sam I am. Say in the dark. معقول بالعتمة تكلون؟ Here in the dark. Would you? Could you? In the dark. I would not. Could not. In the dark. ما في يكلون
بقلب العتمة. Would you, could you, in the train؟ معقول تكلم بقلب القطار؟ I would not, could not, in the rain. هيدا مش train, rain. انتبهوا، في فرق بين train وبين rain. train هو القطار، rain هو المطر. معقول تكلم تحت المطر؟ I would not, could not, in the rain. Not in the dark, not on a train. Not in a car, not in a tree. I do not like them, Sam, you see. Not in a house, not in a box. Not with a mouse, not with a fox. I will not eat them, here or there. I do not like them, anywhere. ما عم يقبل يكلهم. You do not like green eggs and ham? انت ما بتحب green eggs and ham؟ طلعوا هون شو عندي بآخر السؤال؟ A question mark، علامة استفهام، لأنه هيدا سؤال. I do not like them, Sam I am. Could you, would you, with a goat؟ معقول تكلم مع عنزي؟ I would not, could not, with a goat. Would you, could you, on a boat؟ على قارب؟ I could not, would not, on a boat. I will not, with a goat. I will not eat them in the rain. I will not eat them on a train. Not in the dark, not in a tree. Not in a car, you let me be. I do not like them in a box. I do not like them with a fox. I will not eat them in a house. I do not like them with a mouse. I do not like them here or there. I do not like them anywhere. ما عم يقبل يكلهم. I do not like green eggs and ham. You do not like them, so you say, try them, try them. جربهم and you may. Try them and you may, I say. هون جرب انه ياكلهم. معقول يحبون؟ And I will eat them in the rain and in the dark and on a train. أنا رح أكلهم بالمطر وبقلب القطار and in a car and in a tree. They are so good, so good, you see. حبهم بس جربهم حبهم. So I will eat them in a box and I will eat them with a fox and I will eat them in a house and I will eat them with a mouse and I will eat them here or there. Say I will eat them anywhere. وأخيرا حبهم سام. سام كان بالأول ما عم يقبل يكلهم للجرين أجز أند هام، لا with a fox ولا بقلب التري ولا تحت الرين تحت المطر، ما كان يقبل أبدا إلا لما جربهم حبهم. They are so good. Say they are so good. كتير حبهم. وانتو كمان لازم تجربوا كل الأكل. الأكل يلي بيفيدنا كله لازم ناكله. أنا انبسطت أصدقائي اليوم قريت معكم وكفينا قصة سام Green Eggs and Ham. حبيتوا القصة؟ إن شاء الله تكونوا حبيتوها. أنا هلأ بدي أودعكم وبشوفكم بالحلقة المقبلة. باي. The verb is a word with action. 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 Action verb. Action verb. What can you do? I can jump. I can swim. I can play the piano. How about you? Me? Me? I can read. I can write. I can paint, clean and hide. I can draw. I can play. I can walk all the way. Action verb, action verb. What are you doing? I am walking down the street. Taking off my shoes, I am sleeping in my bed. Shh. Good night.
أصدقاء المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحصة جديدة من برنامج مدرستي. هيدي حصة الرياضيات، أنا شمس بعلمكن هيدي المادة، واليوم رح يكون في عنا كمان درس جديد مهم ومفيد لإلنا، لازم ننتبه له ونعرفه كتير منيح. أنا بعرف إنه في أشخاص بيناتكن دايماً عم يكتبوا كل شي نحنا منتعلمه سوا، وهيدا شي كتير مهم بيساعدكن إنه ضلكن تتذكروا كل المعلومات وتقدروا تفهموا الأشياء الجديدة اللي رح نتعلمها بالحلقات اللي جاية. اليوم كمان حضروا دفتركن والقلم، جهزوا حالكن، فتحوا دينيكن وعينيكن منيح حتى تكونوا مركزين على كل شي رح نتعلمه. ببداية هيدي الحصة رح نستمع سوا لأغنية حلوة كتير، انتبهوا منيح عليها، ركزوا منيح، من بعدها منباشر بدرسنا لليوم. Adding up numbers two or more equals the total or the sum. Adding one plus one equals to the sum. Adding two plus two equals four, the sum. Adding three plus three equals six, the sum. Adding four plus four equals eight, the sum. Adding five plus five equals ten, the sum. Adding up numbers two or more in all the total or the sum. Adding six plus six and the total is 12. Adding 7 plus 7, the total is 14. Adding 8 plus 8, and the total is 16. Adding 9 plus 9, and the total is 18. Adding 10 plus 10, and the total is 20. Adding up numbers, 2 or more, equals the total or the sum. Adding up numbers, two or more equals the total or the sum. Adding up numbers two or more in all the total or the sum. Adding up numbers two or more in all the total or the sum. وهلا مثل ما وعدتكم رح نبدا بدرسنا لليوم، واليوم رح نتعلم جملة صغيرة جديدة مهمة انتبهولها، رح اكتبها على اللوح. double fact. شو يعني double fact؟ هلا رح نشوف ايمتى منقول هيدي الكلمة او هيدي الجملة الصغيرة، يعني الكلمتين double fact. عادة بالرياضيات تعرفوا انه بالاديشن، يعني علم اسلوب الجمع، لما نجمع الارقام مع بعضهم، يعني رقم بلس رقم equals the sum، تتذكرون اكيد. عادة بيكونوا مثلا 3 plus 5 ومنلاقي الجواب، بس مرات بيكونوا الرقمين مثل بعضهم، مثلا 3 plus 3 equals 3, 4, 5, 6. بس يكونوا الرقمين اللي نحن عم نجمعهم على بعض هن زي هو ذاته الرقم، منسميها double fact. يعني رح أعطيكم مثال آخر، 2 plus 2، هيدي 2 plus 2 منسميها double fact. 1 plus 1، هيدي بنسميها double fact. فكروا انتو معي، وعطوا أمثلة لبعضكم، أو إذا حدا قاعد معكم فكروا مع بعض، قولوا مثل، مثلا 6 plus 6 double fact. 9 plus 9 double fact. 8 plus 2
تتصير double fact eight أكيد، لأنه لازم الرقمين اللي نحن عم نجمعهم على بعض عم نضيفهم على بعض لازم يكون هو ذاته، منسميهم double fact. كمان مثال four plus قديش تتصير double fact يعني four أكيد، وأكيد بعدين أنتو فيكن تعدون وتجمعون مثل ما تعلمنا من قبل. كمان مثال 5 plus 5 هي double fact. خلينا نشوف الأجوبة 1 plus 1 1 و 1 بيعطونا 2. 5 plus 5 5 6 7 8 9 10 6 براسي و 6 على أصابيعي 6 7 8 9 10 11 12 9 in my head و 9 على أصابيعي 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 8 plus 8 8 in my head و 8 على أصابيعي 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 plus 4 4 in my head, 4 on my fingers, 4 5 6 7 8. جربوا عندكن، حطوا أمثلة تانية واكتبوا الأرقام يلي هي نفسها يعني نفس الرقم زائد نفسه وشوفوا شو رح يطلع المجموع، منسميهم double facts. وهيدي معلومة كتير مهمة بالرياضيات وتمارين كمان مهمة لازم نعرفها وننتبه لها كتير منيح. اكتبوا هيدي الأمثلة كلها عندكن وفكروا انتو بأمثلة أخرى اكتبوها عندكن وتذكروا دايما شو معنات double fact، وخليكن مستعدين ومنتبهين لننتقل سوا للفقرة اللي جاية. منتابع درسنا مع تمرين جديد. رح اكتب السؤال على اللوح. سؤال بيقول أو التمرين بيقول draw the same number of dots complete the double facts. Draw يعني رسوم the same number يعني نفس الرقم of dots من النقاط complete the double facts. بدنا نكمل تيصير عنا دبل فاكتس مثل ما تعلمنا. الدوتس هن موجودين بدومينو. في عنا كتير دومينوز بقلبهم تعرفوا انه في ارقام ونحنا بدنا نعمل بدنا نكمل النقط بقلبهم حتى يصير عنا double fact. إذا بدنا نعمل الدبل فات تتذكروا شو قلنا يعني دبل فات؟ يعني لازم نفس العدد يكون موجود
عن الجهتين تنعمل الأديشن. إذا بدي كمل تيصير عندي double fact لازم هون بما أنه عندي one dot يعني نقطة one dot لازم أعمل one dot مظبوط تيصير عندي double fact. إذا بدي كمل كمان تاني دومينو فيها one two three dots يعني أنا تكملها لازم حط three dots كمان one two three. الدومينو اللي بعدها فيها 5 1 2 3 4 5 dots. حتى يصير عندي double fact لازم يكون الرقمين مثل بعض 1 2 3 4 5 dots. هون عندي 2 dots 1 2 تكملها 1 2 2 dots. كمل في عندي 6 dots 1 2 3 4 5 6 يعني أنا تأعمل double fact عم بيقولوا لي draw the same number of dots يعني بدي أرسم نفس عدد النقاط تأعمل double fact يعني هون لازم أرسم 6 dots 1 2 3 4 5 6. وآخر واحدة فيها 1 2 3 4 يعني أنا لازم أرسم 4 dots 1 2 3 4. وإذا منرجع حتى نعمل الإكويشنز يعني رح تكون بهيدا الشكل 1 رح أكتب 1 plus 1 تيصير عندي double fact 1 plus 1 بيعطيني 1 2 equals 2. لازم لقي مجموع النقاط بكل دومينو. فإذا أول واحدة فيها 1 زدت عليها 1 تعطيني 2. منكمل كم دوت فيها 1 2 3 زدنا عليهم same number of dots يعني نفس عدد النقاط 1 2 3 تعطيني the sum المجموع 1 2 3 4 5 6. فيني شوف انه عندي هون double fact لانه الرقمين هن يلي عم بجمعهم مع بعض هن نفس الرقم. منكمل 1 2 3 4 5 رح اكتب 5 بلس رح زيد عليها من تاني جهة نفس الرقم 1 2 3 4 5 equals the sum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فإذن 5 plus 5 equals 10. كمل 1 2 بكتب هوني 2 plus 1 2 equals أكيد عندي double fact 1 2 3 4 بيعطيني the sum 4. اللي بعدها فيها 6 dots 1 2 3 4 5 6 رح أكتب هون 6 plus لازم يكون لأنه double fact لازم يكون هون كمان في 6 1 2 3 4 5 6 يعني 6 plus 6 بيعطونا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 the sum 12. واخر وحده فيها 1 2 3 4 plus 1 2 3 4 المجموع the sum 1 2 3 4 5 6 7 8 8. فإذا كل اللي عم نشوفهم على اللوح هن double facts. ليش؟ لأنه الرقمين اللي عم نجمعهم هن ذاته هو ذاته الرقم. لاحظوا 1 زدت عليها 1 3
زدت عليها 3 5 زدت عليها 5 2 زدت عليها 2 6 زدت عليها 6 4 زدت عليها 4 بهذه الطريقة بنكون عملنا دبل فاكت. إذا كانت الدومينو بسوى مرات نلاقي دومينو مختلفة مثلا فيها هيك هون 1 وهون 2 هل هيدا دبل فاكت؟ لا هيدا مش دبل فاكت. دبل فاكت هي لما بيكونوا نفس الأرقام يلي نحنا عم نجمعهم مع بعض. إن شاء الله تكونوا فهمتون كتير منيح. اكتبون عندكم احفظون منيح وخليكن منتبهين ومركزين لننتقل سوا للفقرة اللي جاية. Three birds on a branch and three birds on another branch equals six birds. Five bees on a hive and five bees on another hive equals 10 bees. Four ladybugs on a leaf, another four on another leaf equals 8 ladybugs. It's a double fact. وصلنا سوا لآخر فقرة بحصتنا لليوم. بهيدي الفقرة رح نعمل سوا أشغال يدوية بسيطة جدا بتذكرنا بالدرس اللي تعلمناه بخلال الحصة. واليوم أنا وياكم رح نعمل راس مهرج كلاون. حتى نعمل راس الكلاون نحن بحاجة لكرتونة على شكل دائرة يلي هي رح نستخدمها نعمل وجهه للكلاون. وأول شيء رح نرسمه هي عيونه وبعدين راح احط له المنخار الانف the nose. وبعدين راح ارسم كمان التم تبع المهرج يعني الكلاون. رسمت له الوجه تبعوله بهذا الشكل. بعدين راح احط له، بتعرفوا انه شعراته بيكونوا هيك كبار وملونين، فانا راح احط له من الجهتين شعر. بس هيدا المهرج الكلاون حاطط على راسه هات حلوة كتير بتضحك الأولاد، بتضحك الأطفال لما يروح ويشوفهم. رح لزقها كمان على راسه. بهيدا الشكل. بس كمان على هيدي الهات اللي هو حاططها على راسه في مثل طابات صغار حلوين بزين فيهم البرنيطة تبعيته القبعة. رح حطهم هون. في عندي 4 1 2 3 4. طلعوا
طلعوا منيح بهيدا الكلاون المهرج وطلعوا منيح وقولوا لي وين في دبل فاكت. إذا قلنا his eyes يعني عيونه 1 plus 1 equals 2 يعني عنده 2 eyes هي double fact لأنه 1 زدنا عليها نفس الرقم 1 1 plus 1 equals 2. عظيم. حتى شعراته مبينين من الجهتين، في هون جزء 1 وهون جزء 2. 1 plus 1 بيعطينا 2، هيدي double fact. طلعوا على القبعة تبعيته the hat فيها 4 هيك small balls إذا بتكون هولي رح نعدهم 1 2 زدنا عليهم 1 2 عطيونا 4 كمان هيدا double fact 2 plus 2 equals 4. ما تنسوا إنه double fact هي لما نزيد نفس الرقم على نفسه يعني إذا 1 نزيد عليها 1 إذا 2 منزيد عليها 2 إذا 3 منزيد عليها 3 إلى آخره بتكملوا أنتو كل الأرقام. عملوا وجه مثل هيدا المهرج وأنتو علقوه عندكم وتذكروا double facts وتذكروا أنه دايما لما نزيد نفس الرقم على نفسه يعني على رقم مثله بيكون double fact. هيك بتكون خلصت حصتنا لليوم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وكتبتوا الأشياء اللي تعلمناها، تمرنوا عليها منيح وما تنسوها أبداً. وهلأ رح أترككم مع أغنية حلوة كتير، اسمعوها منيح ومن بعدها بقلكن باي. What is called a pattern repeats itself. What is called a pattern repeats itself. White, brown, white. White, brown, white. White, brown. What's next to hide? The color white. What is called a pattern repeats itself. What is called a pattern repeats itself. Chicken, cow, tree. Chicken, cow, tree. Chicken, cow. And the image to be is the image of a tree. What is called a pattern repeats itself. What is called a pattern repeats itself. Circle, triangle, square. Circle, triangle, square. Circle, triangle. And what goes there? The shape of a square. What is called a pattern repeats itself. What is called a pattern repeats itself. 4, 6, 9. 4, 6, 9. 4, 6. And the next on the line is the number 9. What is called a pattern repeats itself. What is called a pattern repeats itself.